كيما ديك النهار قاعده نهضر على السوريين قاعده تقولوا لي عنصريه ديتي من عند راجلك ومن عند عجوزتك، شفتي ديك الطفله اللي سوري قاصها؟ هاو انا هضروا ما يعجبكمش الحال للاسف، فين هضروكم الصح ونعطيكم الصحيح اللي يعجبكمش الحال. لا اختي انا ما تعلمت العنصريه، انسانه واعيه ونعرف واحد كيفاه واحد انا ما عندوش كواغط نتزوج بيه هنايا، واحد ملتجئ انا في بلاد الناس اللي فاني نولي ملتجئه، هاو ربو خلاها كيفاش دير تغيظ مسكينه صح مع الاول داها من بعد دار عليها. ها بصح كون جات متزوجه تركي حتى ولو كان اتراك مليح ودوني مانيش ندافع عليها، بصح بلادهم تدي حقوقها فهمتي، كي تروحي دوك تشتكي بيه ما عندها ما دير له. معناها من دلو تركي صعبة، التركي صعبة ربي معاها مسكينة واه، وديجا الأتراك لما نحكيكم يبغوش سوريين تركي تزوج بيه قارع الأقل تقارع النفاقة، الدولة تحاول عندها طريق بالك تكون طويلة بس عندها كاش بنات تاع التركي هنا راهم باغيين يعاونوها نديرو الملمة تخليها تكري تروح دير دار، بصح صعيبة مسؤولية تاع وحدة ما عندهاش دار تجيبيها لدارك، والأتراك كي يسمعوا بلي هاد فلانة مزوجة كاع نقولو صحة كاع نقولو صحة راجل قبلها، بصح تراك هنا كي يسمعوا كانت مزوجة في سوري قبل واش هاو ما تزوجوش بالسوريين، قلت لكم ما تزوجوش بالسوريين، قلت لكم خطوكم من الملتجئين، خطوكم منهم، خطوكم من الملتجئين، نتوما ما تصنتوش، وزيد والده معاهم عاوده، حنا انا مزوجين باتراك بكواغطنا بحبوباتنا ونخمو للزواج، هاو روحو بزبزو، روحو بزبزو.